مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. في برنامج عليكم نقدم لكم الرياضة الصباحية. قبل ده نبدأ بسخان الجسم. هل ثمانية تسعة عشرة؟ والله شكرا لكم، كملنا خلاص هذا. شكرا لك أنت إيسا صابر لهذا الأداء الرائع، وكذلك نقول لكم مشاهدينا رجعنا من جديد، وفي فقرة ضيف الحلقة كما أسلفنا يكون معنا الدكتور مختار يحيى الحاج، باحث في مجال الأعلاف والمياه. أهلا وسهلا بك دكتور مرة ثانية. أهلا، الله يخليك. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع بعد الفاصل القصير. تمام. دكتور، نحن سعيدين بوجودك معنا، خاصة أن الموضوع اللي متناوله اليوم موضوع مهم جداً، هو موضوع الثروة الحيوانية والأعلاف وما إلى ذلك. طبعاً بالنسبة للثروة الحيوانية معروفة في تشاد، وكثير من الدخل التشادي يعتمد أحياناً على الثروة الحيوانية، لكن هناك دائماً مشاكل حول الأعلاف وتوفيرها وما إلى ذلك. ممكن تحدثنا عن هذا الموضوع؟ شكراً جزيلاً. أول حاجة، العلف هو طبعاً كتعريف له عبارة عن مادة يعني تقدم للحيوان، يعني مادة غذائية يعني تقدم للحيوان. الحيوان سواء كان ماشية أو يعني حيوانات أليفة، نقصد طبعا بالماشية الأبقار والأغنام والإبل وغيرها. أما يعني أما بالنسبة للمستعلسة نقصد بها الله يكرمك الحمير والخيل وغيرها، يعني أو الدواجن أيضا، يعني كالدواجن بأنواعها المختلفة اللي هي برضو يعني ممكن يعني يعتبر العلف كمادة غذائية بالنسبة لها. ويعني هنالك أنواع مختلفة من الأعلاف، يعني تقسم على حسب أهميتها، على حسب فترتها، يعني الفترة اللي يمكن تكون موجودة في الأرض. نعم. ويمكن أن يعني نقسمها على حسب نوعها برضو. يعني طيب، كيف يتم تصنيع هذا العلف؟ العلف قبل أن يصنع لابد من ينتج. نعم. يعني هو سواء كان يعني علف نجيلي اللي هو يعني يسموه الجرامينية، أو علف بقولي اللي هو الليجومينيس، يعني النوعين دول بإضافة لأعلاف الأشجار طبعا. نعم. بالمناسبة الأشجار هي أعلاف يعني. أيوه. يعني تستخدم أيضا كغذاء للحيوان. فبعد ما يتم إنتاجها، بعد ذاك في بروسيسيس يعني عملية طويلة جدا تتم عبر التجفيف، بعد التجفيف التخزين، بعد التخزين بعد ذاك تقدم سواء كان يعني في شكل يعني أعلاف جافة اللي هو يسموها الفونج، أو كمان بشكل أنسيلاج يعني صورة أسمدة. لا مش أسمدة، بصورة يعني مخمرة. أعلاف ممكن تقدم مخمرة يعني. ففي أنواع مختلفة لتقديم العلف للحيوان. يعني الآن في تشاد الكثير من يعني يربي الثروة الأقبار والأغنام، وكما أسلمنا الإبل والدواجن. لكن في فترة من الفترة مثلا الآن في فترة الصيف الأبقار ما يجدون شيء يأكلونه، فماذا يصنع الذي يربي هذه؟ والله طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، يعني مشكلة الآن يعني يواجهها يعني كل منطقة الساحل، ليس تشاد لوحدها، ولكن يعني في تشاد يمكن تكون المسائل دي واضحة جدا، بالذات في فترة الصيف، يعني حيث إنه مربي الثروة الحيوانية أو مربي الحيوان يعني بيجي فترة ما بيكون في علف أصلا، ما بيكون، لأنهم بيستخدموا المرائي الطبيعية. والمرائي الطبيعية هذه يعني تعتمد على التغيرات المناخية على حسب الطقس. إذا كان في أمطار كثيرة معناها في علف يعني، وإذا كان ما في أمطار أو أمطار خفيفة معناها يقل العلف، وبالتالي يعني يواجه أو يواجه مربي الحيوان أزمة كبيرة جدا في الـ في الـ في 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 تغذية حيواناتهم. لذلك يعني أخيرا الدولة التشادية عبر وزارة الثروة الحيوانية ومركز أبحاث أو معهد أبحاث الثروة الحيوانية فكروا في مسألة الأعلاف، يعني أعلاف المزروعة،
حتى نستطيع أن نخفف من هذا الفقد الكبير أو في هذا المشكلة الكبيرة حقيقة اللي بتواجهها الثروة الحيوانية في تشاد يعني. ففي الأهالي خارج نجمينا أو خارج العاصمة نجمينا هم الأكثر أهمية بيهتمون بهذه الأشياء، وهل يعرفون مثلا أنتم في هذا المجال هل عملتم لهم توعية أو إشاء عشان يستطيعون صنع العلف؟ هو طبعا المربي الحيوان يعني هو بيعرف يعني قدر شنو المسألة دي مهمة بالنسبة له هو شنو يعني، لأن بيعاني أحيانا يفقد يعني حيواناته أو ماشيته بفقدها لأن ما في غذاء يعني، فبالتالي هو يعني مهتم بهذه المسألة. لكن هنالك يعني زي ما قلت لك وزارة الثروة الحيوانية وبرضو يعني كثير من المشاريع بتاع التنمية يعني حاولوا إنه يعني يدخلوا الأعلاف، زراعة الأعلاف، لأن هذه الزراعة يعني ما كانت موجودة بالصورة الكبيرة. صح في السبعينات كان لأبوهنا فرشدة اللي هو معهد الآن أصبح معهد أبحاث الثروة الحيوانية قاموا بتجارب يعني زراعة يعني أنواع، أدخلوا أنواع جيدة من الأعلاف، ولكن هذه الأعلاف ما استمرت في الانتشار يعني، ما أعرف لعدم الاهتمام الكبير لها أو لأنه ممكن يكون في الفترة ديك المشكلات ما كانت متفاقمة وما كانت كبيرة بهذا المستوى. لكن الآن المشكلات أصبحت كبيرة جدا، لكن صراحة وزارة الثروة الحيوانية ومعهد أبحاث الثروة الحيوانية يعني قاموا بدور كبير جدا وببذلوا مجهود كبير جدا جدا في أنه والله يا أخي يوفروا هذه الأعلاف يعني بصورة أو بأخرى لمربي الثروة الحيوانية يعني. نحن في المعتاد بنعرف ان الثروات الحيوانيه او البهائم بياكلوا العشب العادي نحن في شاكلة. لكن انت هسه قلت زراعه العلف او يعني هل هو نوع معين بيتم زراعته جايبنا من برا؟ شنو نوع هذا العلف اللي بيكون كويس للحيوانات بتتناوله؟ ممتاز، سؤال جيد جدا. طبعا نحن نقصد بالاعلاف نوع يعني القش العادي عندنا في تشاد ده بيكون طبيعي يعني، دي مرأة طبيعيه يعني لما الحيوانات بتستخدم هذا النوع من العشب لفترة معينة، لما نجي في مشارى ثلاثة وامشي لقدام أربعة خمسة بيقف يعني بقل شديد ونوعيته بتصبح نوعية رديئة، بالإضافة لأنه هو ذاته أحيانا يعني بكون ما يعني نوع المادة الغذائية فيه ما جيدة، ما كلها يعني. لكن يعني في أثناء الأبحاث وجدنا أنه في أنواع مغذية اختفت تماما من الطبيعة، اختفت يعني أنواع كان المربين بيعرفوها حق المعرفة دي أصبحت الآن ما موجودة، طبعا نتيجة زي ما ذكرنا نتيجة للتغيرات العامة في المناخ يعني، دي أدت إلى أنه اختفاء أنواع معينة من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الأعلاف دي أو من الفاريتي بتاعت الأعلاف دي يعني، وبالتالي يعني أصبح القائد ما مغذي بالصورة الجيدة، وبالرغم من ذلك هو بينتهي في فترة من الفترات. لابد من إنه يكون هنالك يعني بديل أو يعني داعم سبورت يعني سيبورتو يعني، لابد من يكون هنالك يعني طريقة لدعم هؤلاء المربين الثروة الحيوانية حتى يستطيعوا أن يتجاوزوا هذه المرحلة الصعبة يعني من العام. يعني غالبا يهتمون مثلا في غذائهم يعني ما نسميه بالعمية الترتو، يأتون الأبقار والأغنام حتى تتغذى به، هل هذا يعني مغذي جيد؟ نعم هو برضو نوع من أنواع العلف، نوع الترتو وغيرها هي عبارة عن مكملات غذائية بشكل علف تقدم للحيوان برضو لتجاوز المرحلة الصعبة، ولكن هذه ليست هذا ليس الحل يعني. الحل هو انه الناس يعني ما شاء الله يعني تشاد فيها موارد كبيره جدا، الناس يحاولوا يعني يزرعوا الاعلاف يعني بصوره كبيره شويه يعني. بعدين لما نتكلم عن علف معناها علف مزروع معناها فيه نسبه يعني معينه يعني او جيده من الماده الغذائيه يعني فيه بروتين
يعني فيه بروتين أجود من القش العادي أو العلف الموجود في الطبيعة. لذلك يعني في أنواع تم تجربتها في تشاد، عندك جيدة نسبة البروتين بتاعتها جيدة، نسبة الأملاح الأمينية بتاعتها جيدة، وتقعد فترة طويلة جدا في تشاد بالإضافة أو في التربة عفوا، بالإضافة لأنها هي ممكن يعني تنفع لللبن، يعني للماشية اللي هي تنتج لبن، وأيضا تنفع للماشية اللي هي ممكن تنتج لحوم، يعني فللحالتين يعني اللحم واللبن. وبالتالي يعني هذه يعني متوفرة الآن موجودة عبر المعهد، وتحت أي لحظة ممكن الناس هسه الآن موجودة في يعني في مناطق كبيرة يعني من تشاد، ولكن ونحاول إنه يعني كل تشاد تستفيد من هذه العلافة الجيدة جدا. أنت قبل شوية قلت كلام مهم جدا، إنه وزارة الثروة الحيوانية والمعهد قاعدين يسعوا على أساس إنه ينتجوا أعلاف، هل الموضوع ده قيد التنفيذ أو؟ نعم نعم الآن يعني هذه الأعلاف هي مش هذه الأعلاف الآن في مرحلة الفيلغاريزاسيون اللي هي النشر، يعني في يعني الآن هي كثير، يعني أنت لو الآن طلعتي حول جمينة كثير من المزارع اللي هي الفيرم حول جمينة يعني تلقى أنواع من الأعلاف أخذت من معهد أبحاث الثروة الحيوانية. أيضا في مناطق كثيرة في الشمال، تمشي مثلا يعني في الشمال تمشي مسورو وفي كانم وهناك في وادي فرق، كل منطقة الساحل دي موجود بالإضافة للجنوب يعني، وحتى مشاريع أخرى يعني برضها شغالة في هذا المجال، لأن عرفوا إنه هذا الموضوع يعني موضوع حساس ومهم جدا. لذلك في مشاريع كثيرة الآن توجهت يعني نحو يعني إنتاج الأعلاف، يعني حتى يخففوا عن المربي الثروة الحيوانية هذا الفقد الكبير أو في الثروة الحيوانية بالذات أو في الأعلاف بالذات في فترة الصيف يعني. فدكتور أنت ذكرت أكثر من مرة زراعة الأعلاف، يعني الزراعة تكون في موسم الخريف أو في موسم يعني في الشتاء أو في الصيف؟ ممتاز. الزراعة هي في كل العام، في كل العام، يعني أنا يمكن أزرع أستفيد من الأمطار في الخريف، لكن الزراعة تمتد للشتاء للصيف، بحيث أنه أنا نوفر علف طول العام للحيوان يعني أو للماشية طول العام، أنا أوفر يعني أزرع علف بصورة جيدة يعني فيه يعني بروتين عالي لهذه الماشية أو لهذا الحيوان طيلة العام، يعني ما فقط في فترة الصيف أو في فترة الخريف، لكن طول العام، لأنه هو بيحتاج بيأكل طول العام. وبالتالي أنا أزرع، وطبعا لما نتكلم عن الزراعة بيحتاج ل يعني لابد من أنت يكون عندك يعني مكان مزروع أفن يعني مزروب يعني بين كلوتيري، يعني الصوب اللي بتكون مغطاة بالبلاستيك عشان لا ما عنده علاقة بالبلاستيك، يعني أنت مزرعة عادية بتكون يعني مزروبة يعني كلوتيري، يعني سواء كان بالقرياش أو بأي شيء، ويكون عندي موية، بعد ذاك بقوم بزرع زي ما بزرع الذرة بزرع الدخون وغيرها، لكن أنا بقوم بعمل أحواض، يعني أي نوع من العلف له طريقة معينة للزراعة، يعني مثلاً الإيكارتما بين التباعد بين البذرة والثانية، بين الصف والثاني، فدي كلها أي نبات عنده يعني فيش تكنيك حقه، يعني فيه النشرة الفنية حقته، وبالتالي عبرها أنا أستطيع إنه أزرع بصورة جيدة وأنتج بصورة جيدة يعني. وللعلم إنه يعني في أنواع جيدة الآن موجودة في تشاد إنتاجها عالي جدا، نسبة البروتين بتاعتها عالية جدا، تفوق أنواع كثيرة يعني كانت موجودة قبل كده من العلاف يعني. يعني ده يحتاج منا يعني نقارب للخبراء يورينا كيف نزرع العلاف، وإلا فزراعة تكون صعبة بالنسبة لي. والله هي طبعا ليست بالصعوبة ديك يعني، لكن إن شاء الله الفنيين موجودين خبراء موجودين إن شاء الله بيساعدوا، لأن ده حاجة مهمة لتشاد كلها يعني، لأن الثروة الحيوانية في تشاد يعني حاجة
يعني لا مفر منها. دي ثروة عندنا، نتكلم عن ثروة معناها يعني حاجة مهمة جدا للشعب التشاد يعني. أكيد التشاد والثروة دايرة دعم من عندكم زي اللي قاعدين تقوموا فوق هذا ما شاء الله. طيب استمرارية، هل هناك استراتيجية معنى استمرارية هذا المشروع؟ هذا يعني نرجع لنقطة مهمة جدا اللي هي الاستمرارية، تعني يعني التدريب. إذا كان أنت دربت الزول وعيت الزول بأهمية هذا الموضوع وعرف الأهمية أكيد هيستمر يعني. لذلك نحن في أثناء البحوث بتاعتنا عندما نريد أن يعني أن نودي يعني نوع معين من العلف، أول حاجة نقوم يعني نبدأ بالتوعية بالفورماسيون. الناس المستفيدين لابد من يتم توعيتهم وتدريبهم على إنه والله يا أخي المسألة دي ما خلاص تنتهي مع انتهاء البروجي أو المشروع، لابد من إنها هي شنو تستمر. يعني تستمر يعني فترة يعني طويلة، بحيث إنه يعني الحيوان أو الثروة الحيوانية موجودة، وبالتالي لابد من يعني استفيد. يعني حرام إنه بلد زي تشاد يعني ما زالت يعني تشرب لبن بودرة. يعني أنا حقيقة عندما أتذكر هذا الموضوع يعني كلنا الآن نشرب لبن بودرة في ومستورد من الخارج، ومستورد من الخارج، بلد فيها يعني قريب 95 مليون يعني راس ماشية، وأكثر من 35 مليون من الـ من الـ من الدواجن نستورد ألبان من الخارج. فمسألة يعني ما كريمة جدا. يعني نحن لابد من كل المتخصصين والشعب ومربي الثروة الحيوانية كلنا يعني نجتهد عشان نرفع أكثر يعني ثروتنا الثروة الحيوانية إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب شنو الأشياء اللي لسه ناقصة؟ هل هناك نواقص معينة؟ هل هناك يعني أشياء مفترض تتوفر عشان يكون تكون هذه المشاريع يعني بشكل أفضل؟ والله طبعا المطلوب إنه هو يعني زي ما ذكرت لي قبل شوية التوعية، يعني التوعية مفترض تكون أكبر من كده بكثير، بالإضافة لإنه المزارعين يعني يعني لابد من يكون عندهم يعني نوع من الدعم، نوع من الدعم. يعني الآن في صعوبة جدا إنه المزارع يعني يستطيع إنه يزرب هذه المزرعة. يعني المزرعة هذه بيحتاج يعني لزراعة يعني عشان لهدف الحماية، للحماية يعني. فبالتالي بيحتاج إنه يعني المنطقة أو المزرعة حقته تكون مزروبة بصورة جيدة جدا للحماية. اثنين، المياه برضو في بعض المناطق المزارعين أو المربين لا يستطيعوا أن يحفروا آبار للمياه، وهذا يعني أيضا واحدة من المشكلات. يعني فنحن من طرفنا مسألة التدريب، مسألة توفير التقاوى أو توفير التراب، دي كلها يعني والجانب الفني. لكن بعد ذاك الجانب الدعومات للمزارع وكذا، هي نعم في بعض المشاريع بتدعم بصورة جيدة جدا ولكن غير كافية. كل هذه الأعلاف تنطبق على المواشي وأيضا على الدواجن؟ نعم نعم نفس الشيء. نعم المواشي بالذات، نحن ثروتنا الكبيرة الأبقار، يعني بالذات الأبقار والإبل والغنم والغنم الدواجن. أنت ذكرت أشياء مهمة ولابد تؤخذ بعين الاعتبار حتى يكون لنا يعني نصيب من الثروة الحيوانية، حتى نحافظ على هذه الثروة الحيوانية ونستفيد منها. فممكن دكتور يعني الآن تعددنا أكثر من الأبقار، ممكن الأشياء اللي تهم الأغنام مثلا تحددنا؟ لا، هو طبعا الأعلاف بصورة عامة اللي احنا نتكلم عنها أعلاف يعني بتكون تستخدم لأنواع مختلفة من الماشية. يعني الماشية لما نتكلم عن الماشية معناها الأبقار والأغنام والإبل يعني بصورة عامة، وأيضا الدواجن اللي هي الفولاي بصورة عامة. هذه الفولاي لابد من أيضا يعني ناس أن إحنا عندنا أنواع من نقدموه للأرانب يعني، وبالتالي يعني مادة مغذية جدا، ممكن هذه الأرانب تستخدم هذا الـ هذا الـ هذا العلف ولا تحتاج لشيء آخر يعني. ربما لديك رسالة أخيرة خاصة في بعض الناس اللي قاعدين في أماكن نائية، يعني ربما ما اهتموا بهذا الشيء ولسه قاعدين في طريقة بدائية وفي معاناة مستمرة، ربما لديك رسالة. والله يا أخي هؤلاء يعني بيحتاجوا حقيقة للدعم وللتنمية لتوعية جيدة، بحيث أنه يستطيعوا أنه والله يحافظوا على هذه الثروة. يعني هذه الثروة المهمة يعني بيحتاجوا
لابد من يوعوهم بهذه الأهمية، بإضافة لكذا لابد من أنه يدعموهم لزراعة هذه الأعلاف حتى يتجاوزوا بالذات مرحلة الصيف. مرحلة هذه الفترة فترة صعبة جدا، يعني أنت لو مشيت برا يعني مشكلتين الآن بيواجهوهم الرعاة، مسألة المياه ومسألة الأعلاف يعني أو الغذاء بصورة عامة يعني. فدي لابد من يعني المنظمات والبروجيات بصورة عامة يخدموا أو يقدموا يعني خدمة في هذا المجال يعني. وطبعا أنا متأكد تماما الدولة واعية وعي كامل بهذه المشاكل وما زالت تدعمها، ووزارة الثروة الحيوانية ما زالت تدعم هذا الموضوع، وأيضا وزارة الزراعة أيضا عندها يعني برامج في هذا الاتجاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه والله يا أخي في الفترات القادمة إنه يعني هذه الظروف الصعبة نستطيع أن نتجاوزها إن شاء الله. بارك الله فيكم، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. الله يسلمك. مشاهدينا نذهب لفاصل ومن ثم نعود. رجعنا من جديد، وفي الفقرة الثانية في فقرة التنمية والتطوير معنا دكتور محمد البشير أحمد موسى مدير الندوة العالمية للشباب الإسلامية فاعلي إيكات. أهلا وسهلا دكتور مرة ثانية. فسعيدين جدا تكون معنا داخل الاستديو اليوم. نحن أسعد خاصة في هذا البرنامج المتميز. شكرا. فنريد أولا أن تحدثنا أكثر عن الندوة العالمية للشباب الإسلامية فاعلي إيكات. أولا أشكركم يعني خاصة أصحاب هذا البرنامج والقائمين على هذا البرنامج لإتاحة الفرصة والحديث عن استكمالا للموضوع الذي تطرق إليه الدكتور فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية والتوعية والتدريب. لعل المنظمات الدولية من بين الندوة العالمية للشباب الإسلامي كمنظمة يمكن تعمل في نفس المجالات هذه، تحديدا التدريب والتوعية المجتمع والمساهمة قدر المستطاع في تحقيق رؤى الدول التي تعمل فيها. فالدولة الندوة العالمية يمكن أسست عام 1972 في مدينة الرياض، وقوام التأسيس كان المنظمات الشبابية في العالم، ولم تكن تشاد بدعم من هذه الدول حيث أتيحت لها أيضا فرصة المشاركة في تلك النشأة. ومن ثم بعد تقريبا يعني سنوات أيضا حاول الإخوة القائمين على أمر المكتب في الرياض أنه يكون عندهم أيضا مكتب في تشاد. لذلك حاولنا قدر المستطاع خلال السنوات الماضية أن نعمل في مجالات المتعلقة سواء بالتنمية البشرية أو المتعلقة بجانب التنمية المستدامة من خلال عدد من المشروعات التي تم تحديدها. وأعتقد أنه خلال هذه الفترة أصبحت لدينا تجربة ثرة، فأحببنا أنه نحتفل بهذه التجربة ونقيم أداءنا أيضا خلال الفترة هذه. تحديدا الآن إذا ما أخذنا جانب حقيقي للعمل خلال الفترة الماضية هي 30 عاما من البذل والعطاء في العمل الطوعي في تشاد. ما أهم الأنشطة التي تقوم بها هذه الندوة؟ هذه المؤسسة رديفة للمؤسسات الدولية أخرى، تحديدا البنك الإسلامي للتنمية. نحن تركيزنا الأساسي على برنامجين، برنامج رعاية الشباب وبرنامج رعاية الطالب. الطالب جزء لا يتجزأ من الشباب، فنحاول أنه قدر المستطاع نرفع قدرات الطلاب من خلال إيجاد فرص دراسية لهم، أيضا إيجاد فرص تدريبية لهم. فهذين المجالين الأساسيين. هنالك برامج ومشروعات أخرى نحن نسميها مجموعة أو حزمة برامج رديفة للعمل الأساسي، وترتبط كلها في النهاية بمحصلة الشباب والطلاب باعتبارها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، فلذلك التركيز على هذه البرامج المعنية بالشباب. وأعتقد يعني يمكن من خلال هذه البرامج نستطيع أن نقدم شيء الملموس له أهم شريحة في المجتمع وهي شريحة الشباب. ما شاء الله دكتور، تريدون أن تنظمون الملتقى الأول للجمعيات والمنظمات الشبابية، حدثنا عن هذا الملتقى وأهميته. أشكركم مرة ثانية في هذه الإطلالة. أعتقد أنه هذا الملتقى نحن ممكن سميناه تجاوز الملتقى الأول باعتبار موضوع الملتقى وهو دور المنظمات الطوعية في تحقيق السلم الاجتماعي، وإلا يعني خلال السنوات العوام الماضية الندوة نفذت أكثر من ملتقى، ودرجات الملتقيات عندنا تختلف. قد تكون ملتقيات شبابية متخصصة فقط في مجال الدورات الشبابية، قد تكون ملتقيات طلابية، عندنا برنامج بناء لطلاب المنح الدراسية وهو أيضا ملتقى لتأهيل الشباب،
وهذا الملتقى الآن الذي نحن يعني بصدد التنفيذ بإذن الله تعالى خلال يومين أو 3 أيام القادمة، السبت والأحد والاثنين بإذن الله تعالى، المحور الأساسي هو دور هذه المنظمات الطوعية في تحقيق السلم الاجتماعي. وأعتقد أننا من ضمن هذا الملتقى حبينا أنه نركز على 3 محاور أساسية. محور تدريبي لهذه المنظمات، لدينا 200 مشارك كمشاركين أساسيين، أكثر من 20 جمعية ومنظمة مشاركة في هذا الملتقى. عندنا جانب أيضا، هذه المنظمات لها دور في المجتمع، لكن كثير منها يمكن تغيب عن أذهان البعض ما هي أدوارها وما هي يعني الأشياء اللي تقوم بها. لذلك أحببنا أن نقيم لأول مرة ما سميناه بمعرض كن متطوعا. من خلال هذا المعرض نسعى أن هذه المنظمات والجمعيات تقدم ما عندها من برامج ومشروعات للمجتمع، وأيضا تربية النشء خاصة طلاب المدارس وطلاب الجامعات على أساس ثقافة التطوع. والحمد لله أنه المجتمع التشادي أعتقد فيما يتعلق بثقافة التطوع في نوع من التقدم، ولكن حبينا نؤكد على أهمية ثقافة التطوع بعدد من العوامل. أولا الحاجة الماسة للمجتمع التشادي لإيجاد قنوات رديفة للقنوات الرسمية لدعم المجتمع والشرائح الضعيفة في المجتمع. وأيضا تشاد يعني الفترة الأخيرة تقريبا يعني لديها ضيوف من عدد من الدول، والضيوف هؤلاء يزدادون يعني كل عام لعدد من الظروف والأوضاع المتعلقة ببلدانهم، فإذا لابد من نشر هذه الثقافة من خلال هذا المعرض. المحور الثالث محور توثيقي. محور توثيقي معنى أنه خلال 30 عاما الندوة قامت بعدد من البرامج ومروا على إدارة عدد من الإخوة الأفاضل، بعضهم توفي رحمة الله عليهم والبعض ما زال موجود، فإكراما لهؤلاء جميعا، وأيضا لدراسة التجربة السابقة لوضع خطط جديدة للمتغيرات المتعلقة بالأعمال التطوعية، سواء ما تعلق بمتغيرات مادية أو متغيرات في الأحوال. فلذلك الملتقى عبارة عن محاور 3 أساسية تجمع على أساس انطلاقة جديدة لعمل المكتب هنا في تشاد بإذن الله تعالى. هل هناك شخصيات بارزة؟ هناك مسابقات؟ أو البرنامج الأساسي احنا نسميه البرنامج الأساسي عبارة عن ندوات علمية، الندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل، هذا برنامج تدريبي لهذه المنظمات الشريكة. يصاحب برامج أخرى مصاحبة، عندنا مسابقة شعرية عن العمل التطوعي وبيشرف عليه عدد من الإخوة الأفاضل الأدباء والشعراء في جامعات التشادية. عندنا أيضا كما قلت مسابقة في العمل التطوعي من خلال المعرض، أفضل جمعية تستطيع أن تقدم معرضا أيضا لديها جائزة نستطيع أن نقدم له. أيضا المنظمات هذه التي تشارك أيضا قد تكون لها أيضا جوائز، عفوا هذه الجوائز قد تكون جوائز معنوية من خلال إيجاد شراكات قوية معها، من خلال إيجاد فرص ما يتعلق بالفرص الدراسية، يعني بمعنى أنه عدد من الأشياء حبينا أنه نرفع مستوى الجمعيات، لأن الندوة كما قلت في بداية حديثي أساس نشأتها هذه الجمعيات والمنظمات والتركيز على هذه الشراكة معهم. وإذا كان لدينا شراكة مع مؤسسة الدولة فأعتقد أن شراكتنا أيضا لا تستكمل إلا بشراكتنا مع هذه المنظمات، ورفع قدرات المنظمات تعينا. نحن لا نستطيع أن نغطي 1,204,000 كيلومتر مربع، لكن من خلال شراكتنا مع هذه المؤسسات أعتقد أنها ستستطيع أن تغطي. من ضمن هذه البرامج برنامج السلم الاجتماعي، أعتقد أنه برنامج كبير وأيضا يعني حاجتنا ماسة لها، فلذلك أحببنا أنه يعني تكون المحور العلمي والمحور الثقافي والمحور التنافسي من خلال بحث عن عناصر شابة يعني مهتمة بالأدب والشعر لكن بثقافة التطوع. دكتور، أنت ذكرت أن زيادة من أكثر من 20 جمعية تطوعية معكم في هذا الملتقى. نعم. فكيف تم اختيار هذه الجمعيات؟ سؤال مهم جدا. عادة نحن في ملتقياتنا نفتح مجالين، عندنا جمعيات نسميها جمعيات عضوة، جمعيات العضوة هي الحصلت على عضوية الندوة عبر عدد من المراحل. والعضوية عندنا في الندوة تنقسم لعضويتين، عضوية عاملة، العضوية العاملة هي الجمعيات التي تكون عضوة في مجلس الأمناء أو نسميه مجلس تحديدا الجمعية العمومية للندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهي جمعيات المعنية بالشباب، اتحادات الطلابية، جمعية كذا الشبابية،
جمعية فتاة، يعني بمعنى أنه هي مختصة في عملها في الشباب. فهذه بعض الجمعيات التشاريحية حصلت على عضوية الندوة، فهي إذن شريك أساسي لدينا في العمل، فيتم اختيارها مباشرة. أتحنا المجال لجمعيات أخرى لنستكشف أيضا وضع الجمعيات التي لها، على أمل أنه أيضا تمنح العضوية الكاملة للندوة، سواء كانت عضوية عاملة أو عضوية مؤازرة. العضوية الثانية هي العضوية المؤازرة، هذه نعطيها للجمعيات الدعوية، جمعيات التعليمية، جمعيات ليست متخصصة أساسا في مجال الشباب، لكن نعطيها حتى تكون أيضا لها استدامة. فاخترنا هذه المجموعات من خلال العضوية، وأيضا أتحنا الباب لكل الجمعيات التي يعني ترغب في المشاركة. وأعتقد أنه تبقى يومين من الملتقى والباب ما زال مفتوحا لهذه الجمعيات التي يمكن لم نصل إليها تستطيع أن أيضا تقدم. الأمر الآخر، أتحنا مجال آخر أنه بعض العناصر هي يعني فاعلة في المجتمع لكن ليس لها ارتباط بمؤسسة أو جمعية معينة، فأتحنا أيضا من خلال رابط معين أنه له حقية المشاركة من خلال التسجيل بالرابط، فسجلت يعني أعداد كبيرة جدا، وبعضهم ومعظمهم ليسوا أيضا من العاصمة هنا من جمينة، وحتى أن تكون هنالك موازنة بين المشاركات الأفراد ومشاركات المنظمات. فعشرين جمعية أعتقد أنها هي قليلة بالنسبة لعدد وجود الجمعيات الموجودة في المجتمع تشاد، وهي كثيرة جدا، لكن على الأقل كمرحلة أولى وفرصة سانحة لها على أساس أن تقدم ما عندها، وبعد ذلك إن شاء الله هذا المعرض سيكون معرضا لا نستطيع نقول سنويا، لكن على الأقل تكون معرض من المعارض التي ستكون لها استمرارية في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى. دكتور، زي ما عارفين احنا في الفترة الأخيرة انه في جمعيات شبابية كثيرة جدا الآن في الساحة التشادية، وكلها بتقدم أعمال خيرية، توعيات، كثير من النشاطات اللي بتقوم بها. هل هناك شروط معينة لأنها مثلا إذا حابة تنضم للندوة أو تكون عضو أساسي، هل هناك شروط معينة أو يمكن الانضمام بدون شروط؟ لا، هنالك شروط معينة. شروط انه نحن يعني من ضمن أنه تكون الجمعية حاصلة على تصريح رسمي من الدولة المعنية سواء تشاد أو غيرها، وأيضا تكون الجمعية هي عبارة عن مؤسسة وليس عبارة عن فرد، وبمعنى أنه الجمعية ليس هو زيد بن فلان أنه هو الرئيس وهو الغفير وهو الوزير، لا، ليس بهذا الشكل، لا تكون جمعية. لذلك لابد قرار الطلب الانضمام لعضوية الندوة يتم جماعيا بمحضر جماعي وكذا، فإذن التصريح المؤسسية بتاعت الجمعية. ثم بعد ذلك ننظر إلى أهداف الجمعية، هل هي تتوافق مع أهداف ورؤى الندوة أم هي أهداف تختلف، ولكل مؤسسة ومنظمة أهدافها وبرامجها. إذا انطبقت هذه فالجمعية تأخذ إما صفة العضوية العاملة وهي أعلى درجات العضوية ولا تمنح إلا للجمعيات الشبابية. ثم إذا لم تكن لهذه مهتمة ببرامج إضافية كالرعي، الزراعة، غيرها، نعطيها جمعية مؤازرة لأن ضمن برامجنا التنمية المستدامة معناها تدخل ضمن برامج التنمية المستدامة. فليس لدينا شروط أكثر من ذلك، فقد تتوافر فيها جانب التصريح الجانب الرسمي ثم الجانب المؤسسي وتنطبق أهدافها مع أهداف المنظمة. وإذا أخذت العضوية ما هي الميزات التي تتميز بها؟ إذا كانت عضوية عاملة هي أساسية في اختيار أعضاء مجلس الأمناء لأنها تكون عضو في الجمعية العمومية للندوة، تدعى لكل اجتماعات الجمعية، وهي كل 4 سنوات لدينا اجتماع، وعقد اجتماع لنا قبل يمكن فترة في جيبوتي، فتحضر هذه الاجتماعات وتختار من يمثلها في عضوية مجلس الأمناء. عندنا تقسيم جغرافي إقليمي، وسط إفريقيا، غرب إفريقيا، شرق إفريقيا، آسيا، جنوب شرق، بمعنى عندنا تقسيم معين في داخل المنظومة بتاعت الجمعية العمومية على ضوء يتم اختيار أعضاء، بمعنى أنها تكون هي صاحبة القرار في تسيير أمر المنظمة. أيضا تتميز فيما يتعلق بالمشروعات سواء كانت تنموية أو المشروعات البسيطة أنها تكون لها الأولوية. لذلك في هذا الملتقى مثلا نحن أول شيء ندعو جمعياتنا لها العضوية لأن لها هي الميزة ولها الحظ، وبعد ذلك ندعو الجمعيات الثانية حتى تستطيع أن تستفيد وأيضا تحذو حذو هذه المنظمات. دكتور، من الندوة العالمية للشعوب الإسلامية فريكات يعني فقط في العاصمة جمينة أم لديها ممثلين خارج العاصمة جمينة؟ نعم، أعيد مرة ثانية أخرى، كما قلت لك تشاد 1,284,000 كيلومتر مربع، فلا نستطيع نحن نتعمق في كل ربع تشاد، لكن هذه الجمعيات هي عبارة عن مناديب لنا. ولذلك لما ننشئ مثلا، نحن كان قبل فترة أنشأنا مركز على حدود
دار سيلة مثلا لما ننشئ هذا المركز نحن لا نستطيع إدارتها لأنه صعب الإدارة من هنا، لكن نعطيها لمن أقرب جمعية أو منظمة مؤسسة هناك تشرف على هذه المؤسسة، على جهة غوري مثلا أو على جهة فايا بنفس الكيفية أن تكون. فالمنظمات هذه ما هي إلا رسل وإلا هي يعني جهات المساعدة لنا في التنفيذ. لذلك نحرص قدر المستطاع إذا كان تنسيقنا مع وزارة الرؤى الاقتصادية أو وزارة التخطيط سابقا، مع وزارة الصحة، مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمرأة، مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نحرص كذلك أن تكون لنا شراكات قوية مع هذه المنظمات، لأن دونها لا نستطيع صراحة أن نقدم شيئا لهذا المجتمع. لدينا مشروع الأثر الباقي، هذا المشروع من المشاريع المهمة جدا، مشروع عبارة عن المياه كما قال الدكتور قبل قليل، المياه الجوفية على درب المرحال للبدو الرحل لكي نوقف الاحتقان الحاصل. فنبدأ من أعلى الشمال هناك، الشمال الشرقي، منطقة المرحل، نصل إلى ثم منطقة الغرب أيضا. فهذه نحن لا نستطيع أن نباشر إلا بتعاون الجمعيات. من ضمن أهدافنا أن نرفع مستوى هذه الجمعية نفسها، فبدل ننفذ نحن على الميدان، نحن نشرف بمواصفات 1 2 3 4، أنت هي الجمعية نفذ هذا المشروع. لذلك مناديبنا وفروعنا هي هذه المؤسسات الطوعية، صراحة كثير منها لها أعمال يعني متميزة وتعاون قوي جدا، وإن كان هنالك إخفاق مننا ومنهم فهذا شيء طبيعي في عمل الإنساني وعمل الطوعي. فعلا يعني ما ذكرت بيثبت أنه العمل قاعد تقوم بعمل كبير جدا، خاصة أنه متفرع في جميع مناطق تشادية بمستوى المحلي. طيب هل هناك علاقات خارجية مع دول أخرى وندوات مشابهة؟ نعم، الندوة أساس نشأتها الرياض، عندنا 18 مكتب في العالم، بريطانيا، أمريكا، في أفريقيا لو أخذنا السودان، نيجيريا، النيجر، سنغال، ما شاء الله. يعني فهي موجودة. لذلك يعني عمرها الآن إذا قلنا عام 1972 أعتقد أنه ماشيين لقرابة 60 سنة، فعلاقاتنا ممتدة. الندوة عضوة في الأمم المتحدة، عضوة في المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، عضوة مراقبة أيضا في الاتحاد الأفريقي، أيضا في إدارة المنظمة غير الحكومية، أيضا عضوة أساسية في البنك الإسلامي للتنمية. فلذلك وجودنا في هذه المؤسسات كلها ما هي لداعم، عضوة أيضا مع الإخوة في رابطة العالم الإسلامي كمؤسسة متخصصة في مجال معين، فالعلاقات ممتدة معها. ولذلك أحيانا نحن لما نساعد بعض الطلاب في الأرقام، لما نتحدث عن أن الطلاب التشاديين استفادوا من المنح وكذا، البعض يستغرب يقول كيف يعني العدد الموجود؟ لا، نحن عندنا طلابكم في ماليزيا بنشرف عليهم دراسة، عندك طلاب في تركيا بنشرف عليهم، عندنا طلاب في، ليس الإشراف فقط بيكون من المكتب، لكن توصية وتزكية ومتابعة الطالب من هناك حتى نستطيع نسهل عليه. الطالب عاوز يمشي للجزائر مثلا، نحن ليس لدينا مكتب في الجزائر لكن عندنا مكتب في موريتانيا، نحاول ننسق مع هذا الطالب. فهذه المجموعة المنظومة تحت المكاتب ما هي إلا تعمل كلها في إطار موحد لخدمة المجتمعات المختلفة، خاصة المجتمعات الضعيفة في آسيا أو في أفريقيا. هل هناك اجتماعات عن بعد أو لقاءات من حين لآخر؟ نعم، دورات تدريبية للجمعيات، هذه تقريبا قبل أسبوع كان في تدريب للجمعيات عن بعد نظرا لبعض الظروف، في مؤتمرات، في منح، أقصد في ملتقيات طلابية سنوية يدعى لها طلاب، وشارك عدد كبير من الطلاب التشاديين في هذه الملتقيات، عبارة عن ملتقيات تضم عدد كبير من المشاركين من عدد من الدول. الاجتماعات أونلاين مستمرة، لكن طبعا ثقافة الأونلاين في بعض الدول تواجه بعض التحديات. هي سهلة لو ما أخذنا بعض الدول في شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا سهلة جدا، لكن في دول وسط أفريقيا نعاني بعض التعقيدات. لذلك نركز على الجانب الحضوري المباشر أكثر من نركز على التقنية. لدينا الآن في من ضمن البرامج الأساسية التي نستهدف بها إن شاء الله هذا العام أكاديمية وامي للتدريب. أكاديمية وامي للتدريب في مقر الندوة في أنجاري عندنا فيها جزئية أساسية لقضية التدريب أونلاين، وأيضا التأهيل أونلاين على أساس نمنح فرص أكثر للطلاب والاستفادة القصوى من ذلك. حتى هذا الملتقى نفسه أعتقد عندنا مشاركة عن طريق أونلاين، المعالي الأمين العام للندوة على الشباب دكتور صالح الوهيب سيشارك المشاركين في هذا الملتقى عن طريق أونلاين لإلقاء كلمة لهم وتوجيه لهم فيما يتعلق بدور المنظمات في تحقيق السلم الاجتماعي. دكتور، عندما تقول مساعدة الطلاب، مساعدة الطلاب، الآن الطالب الذي ينظرك عبر الشاشة كيف يصل إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تشاد؟ نعم، ممتاز. نحن عندنا حاليا في تشاد عندنا قرابة 200 منحة للطلاب، ما بين منحة كاملة ومنحة جزئية. نعم. عندنا سكن يعد هو السكن الوحيد يعني حسب علمي للمنظمات العربية، هي السكن الوحيد، هذا السكن عمره 20 سنة ويحوي 75 طالب جلهم من التشاديين، لكن لدينا طلاب دول الجوار، ويعد أقدم سكن
وطلابه إما في جامعة جمينة فيصل، الجامعات الحديثة أيضا هيكشات إلى آخره، فطلابهم موزعون بين هذه الجامعات. فالطالب له خيارين، الطالب الذي نحن كل فترة نعلن عن المنح عن طريق الموقع الأساسي للندوة، يتم رفعوا نشر، عندنا منحة في السودان، عندنا منحة في كذا في عدد من الدول، وليس فقط الدول الأفريقية وإنما أيضا في دول أخرى. فالطالب يقدم على هذه المنحة، قد يطلب مننا يمكن توصية لهذا الطالب نفسه، إنه طالب فعلا متميز وإنه كذا وكذا، فنحن نعطي توصية للطالب حتى يمنح. هذا من سميه بالمنحة المباشرة. عندنا المنحة التقديم عن طريق مكتبنا، إذا كان الطالب طالب ماجستير أو طالب دكتوراه أو طالب في المراحل الجامعية وظروفه لا تأتي إلينا، يقدم طلب أنه أريد أن تساعدنا في المنحة. هذه نسميها جزئية، نحاول أنه نساعده في الرسوم، فيدخل ضمن الحزمة هذه لأكثر من 200 طالب وطالب الموجودين حاليا في الجامعات التشادية. فتقديم مباشر عن طريق الموقع أو عن طريق المكتب أيضا مباشر. فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، السكن الطلابي كل عام مع بداية العام الدراسي عندنا دفعة تتخرج فيقدمها طلاب، ومعظم من طلاب الأقاليم وطلاب الولايات لا يستطيعون الإقامة بإيجار، فنحاول نوفر لهم هذا السكن. السكن طبعا فقط ليس السكن، وإنما أيضا الرعاية المتعلقة بالعاشة وأيضا توفير ما يمكن توفيره أيضا من الرعاية الصحية لهم. هذا العمل الضخم هل يجي دعم من السعودية بما أنها هي يعني المركز الأساسي، ولا في دعم آخر إضافي من الدولة؟ نعم، الأول نحن صراحة يمكن يعني يمكن لما تديك دولة ما سواء تشاد ولا غيره مساحة للعمل، أعتقد أن لا بد من شكر هذه الدولة والوقوف معها. الدولة التشادية تقدم لنا شيء كبير فيما يتعلق بتسهيل الخدمات، يعني إحنا من قبل فترة ممكن نفذنا قافلة طبية الجراحية السابعة، الجراحية يعني ليست القوافل الطبية فقط، في عندنا عدد من القوافل لكن هذه الجراحية السابعة. فهذه القوافل لا تتم إلا عبر شراكة الدولة التشادية نفسها من خلال التسهيل، لذلك الدعم الذي تقدم لنا وزارة المعنية بنا فأعتقد أنه ينصف هذه. فيما يتعلق بالكعوب السعودية، الأساس العمل هناك، لذلك معظم المتبرعين وأهل الخير من هناك، وعبر قنوات معينة يتم التبرع ثم يتم تحويل عبر قنوات أساسية لدعم هؤلاء المحتاجين. وأيضا عندنا فيما يتعلق بدعم الآخر فيما يتعلق بالأوقاف وغيره من الأشياء الأساسية الثابتة لدعم هذه المشروعات. ما شاء الله دكتور، امتعتنا بالحديث العزب والكلمات الجميلة، وعملكم عمل ممتاز، ربنا يوفقكم إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أتمنى أيضا حضوركم لهذا الملتقى يوم السبت بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. كذلك الشكر موصول للدكتور يحيى. والله شكرا لكم أنتم، يعني برنامجكم ممتاز جدا. بارك الله، ربنا يوفقكم إن شاء الله. تسلم، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام نعود إليكم بعد هذا الفاصل.
عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الكرام، ولازلنا نواصل فقرات برنامج لاليك، ونرحب بضيوفنا داخل الاستديو. معنا أم سلمة فاروق، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. نتكلم عن منصة 2GM لتجهيز المناسبات. أيضا معنا المهندس مرزوق جمعة محمد، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة. الله يبارك فيك. طبعا بتكلمنا عن استغلال طالب لوقت فراغ أو وقت الإجازة. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نعود إليكم بعد هذا الفاصل. سلامة، أهلا وسهلا بك مرة ثانية. أهلا وسهلا بك. فأنتوا في منظمكم تنظموا المناسبات، فورينا كيف تنظموا المناسبات وكيف الناس قبجوكم. أهلا وسهلا بكم، أنا سعيدة جدا بتواجدي معكم. 2GM إيبانس هو عبارة عن فريق هم بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. فده أول فريق بالنسبة لنا إحنا كوّلناه في انجمينا هنا. وفي فرع منا في السودان 2GM إيفنت تيدي يعني في تشاد، وسيدي الفرع في السودان. فنقوم بتنظيم الفعاليات، الحفلات، حفلات التقاريج والحفلات الكبيرة. أما المعارض فمعارض الكتب والمعارض الحاجات العامة والمؤتمرات الكبيرة. طيب متى بدأ الفريق بالعمل وكيف جاءت فكرة تنظيم هذه المنصة؟ جاءت بداية الفريق من 2020، هسه أصبح لها 3 سنين. فكان الفرع الكبير في السودان، من ثم أتت الفكرة فرعنا وسوينا هنا في جد. والآن يعني قدمتوا أشياء من ما بدأتوا اليوم، كم ملتقى وكم مؤتمر نظمتوه؟ كم من بداية الفكرة لحد اليوم تقارب 20 تنظيم قمنا بتنظيمه، منها حفلات التقاريج والمؤتمرات والمعارض. كيف بيتم يعني انك انتوا تنظموا واحد يجيب لكم، هل يجيب لكم دعوه، او كيف طريقه مثلا واحد كيف يلقاكم او تقدموا له خدمه في شيء معين؟ مثلا شخص عنده مناسبه، عندنا عقود، عندنا شروط، عندنا ضوابط. فكل الطرفين عليهم الانضباط بهذه الشروط والضوابط. يعني زول داير ينظم لي حفله يجي يقعد معانا، عندنا شروط يتبعها، عندنا حاجات يتبعها، مثلا عندنا خدمات كده كده لازم يتبعها. من ثم يتم توقيع العقود. تمام، من ثم يتم توقيع العقود. نقف عند هذا الحد، نتابع فاصل بعد ده موجز الأخبار، بعد ده نرجع لك إن شاء الله. نتابع الفاصل من ثم نرجع لموجز الأخبار.
كرام، أما الآن مع موجز الأخبار الخاص ببرنامج لاليوك ومع الزميل شريف محمد أحمد. صباح الخير شريف. صباح الخير فتحية، صباح الخير مصطفى، صباح الخير الضيوف الكرام. السادة المشاهدين، أسعد الله صباحكم بكل خير. استقبل يوم أمس رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبيت نو بقصر الرئاسي وفدا سودانيا بقيادة المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي السيد دفع الله الحاج علي. وشكلت الأزمة الراهنة في السودان والأوضاع الأمنية محورا رئيسيا لهذا اللقاء الذي أعرب خلاله رئيس الجمهورية عن تضامنه الكامل ووقوفه مع السودان لإيجاد حلول لإيقاف المواجهات الدائرة بالسودان. هذا وقد حضر المقابلة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف. عقد مساء أمس رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو اجتماعا مع كوادر ولاية لوغون الشرقي، حيث ناقش معهم رئيس الجمهورية الأحداث المؤسفة التي شهدتها الولاية والعمل على إعادة الهدوء والسلام في هذه الولاية. قامت يوم أمس أمينة الدولة في الصحة العامة والوقاية زينب بشير موسى وسفير دولة الصين في تشاد سعادة وانغ زينغ بزيارة تفقدية للقافلة الطبية الصينية الجراحية لفحص العيون في يومها الرابع بمستشفى الصداقة التشادية الصينية بهدف معرفة سير عملية الفحص والغرف التي تجرى بها العمليات. وعقب زيارتهما أكد السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ زينغ على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لا سيما التعاون في مجال الصحة. أمينة الدولة في وزارة الصحة عبرت عن شكرها لدولة الصين في هذا العمل المشترك بين البلدين، وأضافت بأن دولة الصين تعد شريكا أساسيا لمصاحبة برنامج حكومة المرحلة الانتقالية بقيادة رئيسها الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو الذي أعطى أهمية كبرى لمصلحة المواطنين في مجال التكنولوجيا لا سيما في الجانب المتعلق بالطائرات المسيرة. عرضت شركة إنوفا درون يوم أمس مشروع طائرات بدون طيار لبعض من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بحضور رئيس وزراء الفترة الانتقالية صالح كبزابو وعدد من أعضاء حكومته بهدف دعمهما أو بهدف دعم ومساندة الشركة لتطوير هذا المنتج التكنولوجي. السيدات والسادة، نعود إلى مصطفى وفتحية، شكرا على حسن المتابعة. شكرا شريف، نتمنى لك نهار سعيد. نرجع مرة ثانية لك. نرجع مرة ثانية ولمسلمة كما توقعنا مسلمة، يعني الشخص إنما يأتي لكم الكل يوقع على العقود. أيوة. ماذا تحتوي هذه العقود؟ يعني كيف، شنو هنا الشروط بالضبط؟ الشروط مثلا هم دايرين شنو القدمات اللي يطلبوها، مثلا دايرين تصوير ولا تنظيم، احنا عندنا تصوير عندنا بروتوكول عندنا تنظيم. فأي نوع من الخدمة هم يطلبوها. بعد مطالبتهم عندنا قيمة ربحية، أين أصلا هي قيمة اسم شنو؟ مؤسسة ربحية. نعم. خدمية ربحية تسعى لمكسب معين. نعم. فهنا نطلعوها أشياء احنا عايزينه من بعد يتم التوقيع. الآن بعد موافقتهم هم طبعا. مثلا الآن أنا أريد تنظيم حفل التخريج. نعم. نأتي إليكم توفر لي أي شيء، يعني كل شيء أنتم عندكم في 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 هذه المنظمة. نعم، عندنا تنظيم، عندنا تصوير فوتوغرافي، عندنا فيديوهات وثائقية، فدي الأشياء المطلوبة دائما في حفلات التخريج وكذا. يعني زي بتاع التخرج عندكم؟ نعم، عندنا متوفر زي التخريج، عندنا الشهادات كلها متوفرة. وهل التكلفة بتكون على حسب المناسبات ولا بنفس؟ على حسب المناسبات. إذا كان مناسبة مثلا يعني كانت معرض مثلا حفلات التخريج حسب عدد الخريجين، فالبعض يفوق 80 أو 70 والبعض 20، فأي واحد له خيمة القاصة.
هل وجدتوا ان في اقبال للناس اللي عندهم المشاريع وعندهم مثلا حفلات تقام، في اقبال للمنصه قاعدين يجوا يدعوكوا ان تمشوا في البدايات؟ واجهنا تحديات، لكن الان اصبح في اقبال شديد من الجماهير حتى من الاعضاء. كان بدايه احنا كان بدينا والعدد 50 من اعضاء الفريق، لكن 50، لكن بعد اقبال الناس وتقبلهم لفكره التنظيم وكذا اصبح العدد هسي ما يقارب 120. هو دليل انه المجتمع بدا يتقبل الفكره دي. الفريق بيجا كبير يعني، كبير جدا. هل الفريق يعني بيقطع لبعض التدريبات ولا عادي؟ بس لانه الناس ما بيقبلوا، لانه هم متعودين مثلا نشيلوا مجموعه من الشباب الموجودين في الجامعيه، مثلا واحد عنده جمعيه داير نشاط وده بكلفه بشيء معين وده بكلفه بشيء معين، شنو ميزتكم انتم؟ الحاجه اللي خلتنا نتميز عن بعض المؤسسات الثانيه انه احنا كل بعد فتره اسبوع اسبوعين الفريق كله يقدر التدريب، و بس حاجات جديده، كيفيه البروتوكول، الاشراف، استقبال الشخصيات الاعتباريه، دي ما كانت موجوده. فكل فتره والثانيه احنا ناخذ فكره ونزرعوها للفريق. البديل يدرب الفريق يعني فريق ياتي من يعني مدربين من تشاد او تاتي مدربين من الخارج؟ عندنا مدرب دولي كوتش بشير صالح، هذا مدرب الفريق، هو يدرب. بعد اسبوع ثلاثه ايام الفريق يقدر دورات تدريبيه، مستجدات جديدة، إضافات جديدة. كل زول إنضاف جديد للفريق يبدأ تدريبه. شنو الصعوبات اللي بتلقوها في مسيرتكم العملية؟ عدم تقبل المجتمع. مثلاً تجي تلقى زول تقول له إحنا ناس التنظيم، لو سمحت قم من المكان ده، يقول لك إحنا لما أنا شنو؟ فده فكرة ده إحنا الشباب الجادي ما نتقبل الحاجة دي، لكن تدريجياً الآن بدأ يتقبلوا الحاجة دي. في البداية كنا واجهنا صعوبات وتحديات، لكن هسي الحمد لله بتقبل الفكرة. ما مثلا هو شخص يرفض يقوم مثلا شخص عنده هيبته، عنده مثلا مكانته، نعم. وربما الفريق ما بيكون متعرف عليه فما بيرضى انه، فالفريق هو اصلا درس الاتيكيت، كيفية الحديث مع الاخرين. فدي لما تجي تقول للزول ده قوم، ما تقول لي بالطريقة اللي عمل بها الناس. يعني الزول اي زول حسب مكانته، الزول ده مكانته ثابتة، مرات ما عندهم يجي يقعد ورا وكذا، خلاص الزول مكانته ثابتة تجي بطريقة كده تقيمه. عندما تقول ام سلمة يعني تنظيمكم كويس، يعني من البدايه الزول لو جات استقبلته تقول له انت امشي اقعد هناك مكانك، عشان ثاني ما تقول له قوم ولا الاشياء دي تتفادل. في زول يعني تلقاه شخصيه لكن ما يرضى يقعد قدام. هو يعني التواضع كده، يتواضع يمشي يقعد ورا. فانت بتضطر تقول له يقعد قدام، مكانك قدام. في البعض يرفض لكن يتقبل الموضوع ويجي قدام. شيء جميل جدا صراحة، وبيضيف يعني لمسات للمناسبات، بحيث انه واحد يدخل يعرف انه في ناس قاعدين يديروا هذه المناسبة بشكل صحيح. طيب شنو التطورات اللي قدام او الخطة اللي انتوا يعني دارسينها لقدام؟ الخطة احنا دارسينها لقدام يعني تقبل الطرفين او الطرف اللي يجي للخدمة انه يوفر البيئة اللازمة والالتزام بالعقود. البعض ما يلتزم بالعقود، فاحنا اللي قدام عندنا التزام بالعقود، تلتزم بالعقود نقدم لك افضل خدمه ان شاء الله. طيب ربما عندك رساله معينه للشباب، رساله معينه للناس اللي حابين مثلا يشتغلوا هذا الشغل او ينضموا لكم. اوكي، احنا دائما نسعى لخلق تجربه مميزه ووضع بصمه في المجتمع. فانا رسالتنا لكل المؤسسات الخاصه والعامه تقبل فكره التنظيم واللجوء الى التنظيم المتطور بعيدا عن الفات. واذا في شخص حاب ينضم معاكم مثلا من الشباب ما عنده عمل داير مثلا، ينضم للفريق يتدرب ويبدا يشتغل معاكم؟ يجي عندنا شروط ايضا لانضمام الفريق، عندنا شروط تنضم للفريق، عندنا شروط، عندنا ضوابط تلتزم بها من ثم يتم العقد بينك وبين المؤسسه. لحد الان كم عندكم انتوا اعضاء في الفريق؟ 120 عدد. ما شاء الله، ده يعني صراحه قابل للزياده، قابل للزياده ان شاء الله. ده يعني دخل فيه يعني تحدي البطاله. 120 معناها جزء كبير من الشباب دخل انه هو يعني يسد مشكله البطاله للشباب. نعم، فنتمنى لكم التوفيق. زي ما انت قبل قلتي ان هدفكم ربحي، لكن صراحه طلع ما ربحي وانما عنده جانب اخر مفيد جدا للشباب. فنتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم انكم تتطوروا اكثر وتاخذوا اكبر عدد من الشباب وتحلوا مشاكل كثيره بيعاني منها الشباب اللي هو البطاله. بارك الله فيك. تسلمي. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل.
مهندس مرزوق اليوم محمد، اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله. فاليوم نتحدث في شيء مهم جدا، يعني أيام مقبلين لإجازة، والبعض الآن في إجازة خلاص، يعني الطالب عندما يذهب للإجازة لابد أن يقضي الإجازة بالوجه المطلوب، كيف يستقل الطالب هذه الإجازة؟ طيب طبعا أول الاسم المهندس مرزوق جمع محمد، أنصيان شرشر في جامعة الملك فيصل، و مدرس في عدة جامعات في مدينة نجمينة، بي جي سي او سي بروميتر دي لانتربريز اكتي اي افريكان سنتر فور تكنولوجيا انوفيشن، في مؤسسة المركز الافريقي للتكنولوجيا والابتكار، نخدم في جانب التدريب، في تدريب للطلاب في الاي او تي والبروغراميشن والانستاليشن ان الابلكيشن لل للإنسيسيون. فاليوم ده الموضوع ده موضوع مهم مرة واحد، لأن أثناء الطلاب يكملوا الإجازة يكملوا المدارس أو الطلبة الجامعة يمشوا الإجازة. طيب كيف يستغلوا الإجازة دي أو أن الطالب يكون رايد أثناء الإجازة ليلبي متطلباته أثناء اسمته بدء المدرسة، يعين أسرته. طيب أحيانا يشتري حاجات ما كان يتوقعها وكان يستناها من الأسرة تشتريها له. فأهم حاجة أول نعرف كلمة الرياضة. الرياضة هي شنو؟ مجيء بابتكار جديد وعمل لإيجاد حل للموضوع. في ريادة الأعمال أن الابتكار الرائد ده هو الشخص اللي يقوم بشيء يشيل شيء ويشتريه قدام ويلقى منه شنو مفيدة. فالمهم أن شنو أن إحنا قسمنا الموضوع ده إلى هو أصلا إلى عدة أقسام، فنحن اخترنا منها بعض الأقسام لكي نفيد منها الطلاب. تمام. نعم. طيب مرزوق، هل في عادة في المركز بتاعكم بيجوكوا طلاب بيقدموا على أساس إن هم عايزين راقبين في تدريب؟ نعم، نحن عندنا في مركزنا عندنا الشباب بيجوا يقدموا دايرين تدريب دايرين استاج، فنحن شنو ندوهم المجال لسوء التدريب ولسوء الاستاج لمستقبل جميل. فنحن قسمنا الرياضة أثناء الإجازة ده إلى ثلاثة أقسام فهي المفيدة عندنا. أيوة. أيوة عندنا الرياضة التي تربط مع الاي او تي. الاي او تي هو ما يسمى بالانترنت اليوم ولا الشبكات والريزو سوسيو في الريزو سوسيو ده ان الراي الشاب يقوم شنو اثناء ما هو قاعد فوق البيت اذا توفر له الانترنت يقدر يتكلم مع شخص عند دكان ولا عند بضاعه كده فيقول له لو سمحت الارتيكل ده بكم، يقول لي بكده، يقول لي لا انا ذاتك طالب لكن داير نلقى فوق الشغل شويه، هو يصوره ويرسل لي الصور. الشاب الطالب او الطالبه يخط في اسمته في مواصل الاجتماع هكذا في صفحه ذا ويخلي ممكن شخص اخر يشوفه فيعجبها فيتصل بالطالب، الطالب يتصل بسيد سيد الموضوع ويخبر يقول لي موضوعك ده في نادي دايره يجي يشيل منك بالثمن الكي وحقدها قربه لي انا بعدين نجي نلقاها. بامكان الريال ده الطالب يشيلها ويستفيد منها بعدين. ايوه ده الموضوع الواحد. ايوه الموضوع الثاني ان شنو؟ ان في العمل الطبيعي ان في ناس وحدين الانترنت ما موفر لهم وسرته ما بتقدر تلبي لهم طلبته. فشنو ان اثناء الاجازه بتجمع على الخريف في هناك عندنا شنو اسمه ال 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 المانجا اسمه الحاجات دي اللي بتمرق اثناء الخريف بتمرق في موسم الخريف دي الشاب يقدر يشيلها ولا الشابه تقدر تشيلها تحط لها طاوله خشمة الدر وتساوي تلقى لها 10 20 فبعدين أثناء ثلاثة شهر الإجازة ده تلقى له 4000 5000 10000 تقدر شنو تلبي بيه متطلباتها. فالثالث فهو أهم حاجة
فأنا بركز أنا وأنا يتمنى أن كل الطلبة اللي بيسمعونا في هذا الموضوع أن يركزوا في هذا الموضوع. الموضوع ولا شنو الميتي إلكترونيك، هو الموضوع ده أنه التعليم اللي اسمه الآلات الإلكترونيكية كيف في الـ في الفريشير في التصليحات في التصليحات في اللي اسمه في التعامل معها في مثلا. في في التصليحات عندنا في اللي اسمه ينادي شنو ربي الـ الـ التقنيه مثلا أيوة في واحد يعرف يحول ملفات لا عندنا في التقنيه عندنا في الموضوع المنيزيري نعم المنيزيري ولا الخياطه فهذا هو جانب مهني. يستفيد منه مهني يستفيد من الطالب اثناء دراسته لانه ما في اثناء دراسته هو ولا اثناء الاجازه ده ما بلقي منه حاجه كثيره لكن مستقبليا بعد ما انتهائه من المدرسه ودخوله الجامعة ثم يجد الموضوع ده شنو يكون له يعمل حر يهيئ من الأسرة نفسه يهيئ نفسه ما يحتاج لشخص يحتاج لأب ولا أم أن شنو يلبوا متطلباته الجامعية فإذا هو عنده الجانب المهني ده الصناعة يعني الصناعة نعم. يعني الجانب المهني ده هو شنو يعاون في الموضوع ده فده أنا بركز فيه وبطلب كل من كل الطلاب أن شنو يشوف الموضوع ده أن أهم حاجة من أن الإنسان يقعد فوق البيت ويستنى من الوالد ولا الوالدة ويتم عارف كيف موضوع مهم أقول لك كيف يلبوا متطلبات الطالب أنت أكبر مثال مرزوق لأنك لسه في ريعان شبابك لكن مع ذلك مدرس في كذا جامعة في نفس الوقت عندك مكانك الخاص وده دليل على أنك أنت بديت بدري ربما بديت أو وقت الدراسة وده الشيء اللي خلاك توصل بدري نعم طيب أنا بديت وقت الدراسة أثناء قاعد نقرأ في الإعدادي كنت بديت سويت لي طاولة صغيرة وقعدت فيها فخش مدر كان والدي مسافر في دبي فسويت مدة شهر لقيت منها 12,000 في الطاولة دي فأثناء رجوعه من هناك قال لي أنا ولا أقول لك اتخذت تاجر أنا بقول لك أقرأ أيوه فعنده سيارة طلعي في الطاولة حقتي دي كسرها صراحة بدل يحفزك بدل يحفزني هو قال لي الموضوع أن الإنسان إذا قريت ده تقدر شنو تلبي متطلباتك بعدين لكن اذا قعدت للتجاره المال احيانا بروح فانا بطلب من الطلاب ده ان اذا لقوا الموضوع ده سهل لهم ده بعاونهم ده ان يخدموا بس لكن ما يركزوا ان شنو هذا الموضوع الحكم السماء ان يلبي متطلباتهم لكن بعد الدراسه الجامعيه فممكن اذا ما لقوا عمل فده اسهل موضوع يعني وافضل موضوع في وقت الفراغ يعني تستغل الفرصه عشان ما تقول ساكت تطبق ايدينك وتقود وتطلب من ابوك ولا من امك قدوك عشان ده تشتغل لكن ما يمنعك من الدراسه ما يمنعك من الدراسه واصلا في دراسه اكدت ان الطالب له عملين عمل دراسي وعمل عمل خارج الدراسه حر ولا خارج الدراسه هو بركز زياده من الطالب المركز في الدراسة لأن إذا هو قاعد في الدراسة فكر بعدين كيف شنو يدخل وإذا مش قاعد يدخل أحيانا يفكر يقول إذا أنا كيف نكمل وقتي ونركز في وقتي عشان نمشي شنو نمشي ندرس لكن الطالب اللي هو مركز عنا في الدراسة بعد الدراسة ده أحيانا ما في شيء يسوي في كل تساؤلات تضيع وقت التساؤلات إذا يدخل في الإنترنت بعدين شنو يمل منها يدخل في الحاجات دي يمل منها فده أهم حاجة أن الطلاب يدخلوا شنو في الجانب ده مرزوق زي ما انت قبل شوي يقول موضوع هام جدا ان ابوك كسر الطاول بتاعك ده خوفا لمستقبلك خايف انه ياثر معاك وبعدين تنتبه للريال وما تجري طيب ممكن رساله من خلال الموضوع مهم جدا للاباء خاصه في اباء ما بخلوا اصلا الطالب سواء في الاجازه او في اوقات الدراسه انه هو يشتغل نهائيا نعم فربما المفترض ان الفكر يتغير نعم أنا بطلب من الآباء أن واحد يقول يداير شنو يحقق هدف ولده ها ولا شنو يكون له مستقبل ولده ما في شغل يقول لي تكوين مستقبل ولده إذا أنت داير تريد تكوين مستقبل ولدك فأعطيه الطرق خليه يعتمد على نفسه يعتمد على نفسه أهم حاجة أن شنو علم الإنسان كيف يصطاد ما تعلمه كيف يأكل أهم حاجة في الحياة إذا أنا منذ الصغر أبوي علمني كيف نصطاد في أي مكان فإن شاء الله اليوم ممكن في المكان الموضوع اللي أنا قاعد فيه ده ممكن نكون أفضل منه ده الطيب في عقلي أنا أصلاً بتجيلي فأنا بطلب من كل الأبهات أنه شو يفكروا في الموضوع ده يدوا المهنة دي للأولاد أو للبنات أن شنو
ما المدرسة كملت ده يحبسون في البيت. في أولاد أبهات إذا نحن المد الدراسية كملت يودوا أولادهم برا وكذا ده المتوفر لهم الأسمة ده. في واحد ما متوفر لهم فخليه ينطوا الطلاب الفكرة ولا يفتح لهم الطرق عشان شنو يدخل في الريادة. نعم فشيء مهم جدا يعني أنت طالب يعني تشتغل تلقى ألف ألفين وتيجي تقعد في ساعات في الدراسة أكيد كان تميل أكثر إلى القروش عشان ده بعض الأبهات ما دايرين أبنائهم يمشوا يشتغلوا ولا شيء. والله أخي العزيز أن هذا الموضوع في الحياة أن نشوف من 2010 في أشخاص كملوا الدراسة وحتى الحين قاعدين في البيت نايمين في البيت ما قاعدين يعملوا أي حاجة. فهذا يقول لي شنو تضيع زمن. وقت تضيع زمن. إذا أنه أنت الإنسان ما كلنا نقرأ لكن بعد القراءة ده أن شنو أنت تعرف إذا ما وجدت الفونسيون بيبليك ولا ما وجدت موضوع آخر فهذا الموضوع يقول لك شنو أفضل. فنحن نطلب أصلا من الـ من الـ من الأسمة من المينستير دي ليديكاسيون ديكاسيون سوبيرير خليه يفكر في الموضوع ده كيف أنه في الجوامع الأخرى نحن درسنا فيها زي جوامع حقت يو إن إن حقت أو إنسوكا حقت أونوغو حق نيجيريا أو في بعض الجوامع اللي درسنا فيها في كامورون أن عندنا شنو؟ عندنا موضوع في أي تخصص عنده موضوع رائد الأعمال والريادة الحرة أن شنو؟ الموضوع ده أن يكون شنو مغرر ولا ما كده مغرر يدرس فوق الطلاب بعد أن طالب كمل الجامعة ده إذا ما لقي عمل في الإدارة فممكن شنو يكون رائد أعمال لنفسه. دي أهم حاجة أن نحن مقصرين من فجات ما عندنا أثناء ما الطلاب يكملوا الجامعة ده أنه الفونسيون ببليك ولا ما الفونسيون ببليك البيت فدي بتشنو بتزيد عن البطالة. فإذا نحن دايرين ننقص من البطالة أن المينستير يفكر في الموضوع ده يفكر فوق جيدا أن شنو يدخلوا المواد دي في أي تخصص في الجامعات الأخرى. موضوع مهم جدا صراحة. أيوة. في الجامعات الأخرى في أي تخصص عندهم هذا الموضوع. أن إحنا حتى لما درسنا هناك درسنا هندسة الحاسوب عندنا في تخصصنا ده عندنا شنو؟ عندنا ريادة الأعمال كيف تربي الحود كيف تستفيد منها كيف تزرع كيف الإنسان تتعامل مع الشركات الأخرى فتجيب شيء أنت ما تخسر من جيبك لكن تقدر تجيب شيء والشيء ده ناس آخرين يبيعوا ويستفيدوا منه وأنت تستفيد منه يعني ماديا ومعنويا. يعني مجرد ما تخلص يعني تدخل سوق العمل على طول. طول ما تضيع وقتك. أهم حاجة أن المينستير ده أنا بركز وما بركز أنه يفكر في هذا الموضوع يدخل المهنة الصغيرة في أثناء الدراسة عشان واحد بمجرد ما خلص دراسته يواظب العمل اللي هو حابه ده بس. بارك الله فيك. الموضوع مهم جدا صراحة وكمان بينطبق عليه موضوع أم سلمة دول هم بيدربوا الشباب على أساس أنهم هم بينظموا المناسبات وقريب عندهم 120 طالب يعني شخص ال 120 شخص دول ده يعني كسدوا قد فنفس الشيء مثلا على سبيل المثال المركز حقه كده اكيد بيدرب مجموعه من الطلاب في فتره الاجازه طيب. او بيشتغل مباشره معاهم زي ما انت قبل قول انه تعرضوا من خلال السوشيال ميديا تخلوهم يعرضوا الحاجات دي وبيرجعوا بيشيلوا شغل شيء. نعم احنا متعاملين مع جامعه الملك فيصل ومع ابن سينا عندنا معمل نعمل فيه التدريب للشباب في ابن سينا. طيب وعندنا في اسمات في مركزنا نحن بنبيع الاجهزه. اجهزه بنصدرها من الخارج وبنبيعها. عندنا طلبه بيجوا يخدموا معنا. عندنا لانهم يستفيدوا. اثناء ما يجوا يصوروا الارتيكل حقنا يحطوا في السوشيال حقهم واحد يبيع قدام فيلقى منا الف الفين فهذا دخلي مصدر دخلي. لما كده فعندنا نحن فاتحين مجال لكل الطلبة نحن فتحنا مجال لكل الطلبة في كل الجامعات التشادية سواء بنات أو أولاد بنات أو أولاد وعندنا في تدريباتنا كلها نوصف الشاب كيف بعد الدراسة ده شنو يقدر يسوي فأهم حاجة في الموضوع ده مهم جدا شكرا. إذا كان عنده رسالة خليه أخيرة ينطيها عشان الوقت عندنا خلص. نعم طيب الرسالة الآن نرسلها أنه بشكر الفريق وبشكر المستمعين اصلا فالموضوع المهم ان للطلبه ان يركزوا في الوقت
أهم حاجة هو وقتك السيفي في لن تطلعه فقط عليك. فقط الوقت وتركز أن شنو الأعمال لا تضعها لبكرة. إذا أنت داير تعمل حاجة فأعملها في الوقت المباشر. وفي الأعمال ده خليه يركز في أي عمل مهم فيعمل قبل الآخر. في أي إذا هو قاعد بخدم في عمل حسب الأولوية يعني. حسب الأولوية إذا بخدم في عمل والعمل ده بلقى منه 200 ريال والعمل هناك بلقى منه 400 ريال فالعمل ده مهم يخلي هنا 200 ويمشي يخدم هنا 400 لأنها أهم حاجة. أهم حاجة وتضيع الوقت تركيز الوقت وتقسيم الوقت وتقسيم العمل مع الدراسة ولا غير وقت الدراسي. وشكرا لك. شكرا مرزوق. إن شاء الله رسالتك تكون وصلت. نال لك التوفيق. بارك الله فيك يعني ما تقوم بعمل جيد جدا. وإنت أيضا أم سلمة نتمنى لك التوفيق أنت وجميع باقي أفراد الفريق. شكرا أم سلمة. شكرا مرزوق. وبهذا القدر نكتفي وننهي هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم. إلى اللقاء.